من قدام مجلس الشعب في انتخابات 2015 نزلنا نشوف الناس هتشارك ولا لا. ان شاء الله شارك طبعا. ان شاء الله انت في انتخابات. ايوه طبعا شارك انتخابات. هشارك طبعا ان شاء الله. هشارك. انا عايزه اشارك وكده. ان شاء الله شارك في انتخابات. ان شاء الله اشارك. ان شاء الله نشارك عندنا في بلادنا كلها. هنشارك طبعا عشان خاطر بلدنا تتقدم وتبقى قدام دايما. والاهم من انهم يشاركوا. هم هيشاركوا ليه؟ من اجل مصلحه مصر في الاخر، لان دول هم الممثلين لينا. حقي لازم احافظ عليه عشان نشوف حقي فين. ان لازم عجله التنميه تدور، ولازم طبعا يشجع الاستثمار، كل واحد يشارك عشان لازم نساعد في التواصل والتواكب في الدوله. يعني بيشارك عشان يثبت رايه، عشان خاطر يحط يعني عايز يختار حد كويس للبلد، فعشان اكيد كل واحد لازم يشارك بصوته. هشارك عشان المفروض اشارك كان البلد يعني تبقى بلد الصلاح حالها.